منتخب الإيفواري. في المباراة الأخرى منتخب كولومبيا يضرب بقوة إذن ويفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذا كودرادو كان سجل الهدف الأول. أوكازاكي عدل النتيجة بعد ذلك، لكن في الشوط الثاني أمطر المنتخب طبعا شباك اليابانيين بأربعة أهداف. جاكسون مارتينيز ثم أيضا نفس اللاعب أضاف الهدف الثالث، والهدف الرابع كان من توقيع رودريغيز. إذن منتخب كولومبيا بثلاث انتصارات يتصدر هذه المجموعة، بينما المركز الثاني عاد للمنتخب اليوناني في اللحظات الأخيرة. ذكاء كبير عند اللاعبين، ونكتشف رودريغيز في هذه البطولة في انتظار طبعا